أهلا بكم في سبيس. هذا الشهر نتحدث عن الصحة. سنرى أن البحث في محطة الفضاء الدولية يساعدنا على معرفة المزيد عن جسم الإنسان وكيفية التعامل بشكل أفضل مع الآلام الشائعة كآلام الظهر مثلا. إنهم يعيشون في بيئة خارج الأرض. يرى رواد الفضاء شروق وغروب الشمس 16 مرة في اليوم. بمرور الأسابيع تتغير أجسامهم داخلياً وخارجياً. يفقدون العضلات وكتلة العظام، لكنهم يقبلون هذا باسم العلم. لا نخرج للتمتع بالمنظر، لسنا سياح. رواد الفضاء مهنيون يعملون في مجال العلوم والتقانة وبالطبع لصيانة المحطة. برلين موطن لدراسة مذهلة حول الصحة في الفضاء. طور هذا الفريق من مركز مستشفى جامعة شاريتي جهازا جديدا للاستشعار يثبت على الرأس لمراقبة درجة الحرارة الداخلية لرواد الفضاء. نريد أن نحصل على درجة الحرارة في الدماغ، لأن الدماغ هو أهم عضو، ليس بالنسبة لرواد الفضاء فقط بل للجميع. وفقا لهذا البحث، رواد الفضاء الذين يمارسون الرياضة يوميا درجة حرارة جسمهم في الفضاء تكون أكثر منها على الأرض. لا أحد يعرف لماذا. الدماغ معرض بشدة لأدنى تغير في درجة الحرارة. إننا بحاجة إلى مزيد من الوقت للتعرف على الأشياء والتركيز عليها واتخاذ قرارات إدراكية عندما تكون درجة حرارتنا أعلى. مع دراسته المخصصة لرواد الفضاء، يعمل البروفيسور غونغا على تكييف جهازه الاستشعاري مع بعض مستخدميه على الأرض. إننا بحاجة إلى جهاز غير باضع، سهل الاستخدام، خفيف الوزن، قوي ومدعوم ببطارية، وقد تم تطوير كل هذا لرواد الفضاء في الفضاء. أكثر من واحد بين اثنين من رواد الفضاء يقولون إنهم يعانون من آلام في الظهر، ألم يعاني منه أيضا نصف سكان الأرض. شعرت بوضوح أن عمودي الفقري يتمدد في انعدام الوزن لأن عضلاتي كانت منقبضة باستمرار. شعرت بآلام شديدة في الظهر، وحين نعود إلى الأرض العكس هو الصحيح. عضلات الظهر، هذه العضلات الناعمة الموجودة حول العمود الفقري، ليست قوية جدا، لأنه حين نعود من الصعب تحريكها. في جامعة نورثمبريا في شمال إنجلترا يعالج الباحثون مشكلة ألم الظهر. يعتقدون إنهم وجدوا طريقة لتحفيز العضلات حول العمود الفقري باستخدام جهاز تمرين محول. يستخدمون الموجات فوق الصوتية لمشاهدة العضلات وهي تعمل. لذلك ها هي مشاركتنا كريستي، إنها تستخدم جهاز التمرين الوظيفي، سنسميها فريد. فريد تتدرب وتحث العضلات الشوكية والفقرية. هذه الحركة للوركين والساقين والقدمين تبدو بسيطة، لكن إتقانها صعب للغاية لأن آلية المقاومة أخرجت من الآلة. بسبب عدم وجود مقاومة للحركة كما هو الحال في التدريب العادي، على كريستي أن تولد مقاومة خاصة بها في ساقيها. لذلك حين تسقط الساق الأمامية بسبب الجاذبية، تحاول الساق الخلفية مقاومة حركة الساق الأمامية ومنعها من السقوط. الآن يريد الفريق إرسال آلة مماثلة إلى رواد الفضاء لاختبارها لمحطة الفضاء الدولية، ويحاولون القيام بذلك أيضا مع الذين يعانون من آلام الظهر في نيوكاسل. نأمل أن يساعد هذا العمل الذي تقوم به هنا فريد على تسريع إعادة التأهيل لأي شخص يعاني من آلام أسفل الظهر بسبب الحياة المدنية. على مدى عقدين من الزمن عرضت محطة الفضاء الدولية على رواد الفضاء إقامة طويلة نوعا ما في الفضاء، فتمكنوا من القيام بابتكارات عدة خاصة في مجال الرعاية الطبية عن بعد. هنا في المركز التقني في وكالة الفضاء الأوروبية في هولندا نموذج أولي للتطبيب عن بعد. الفكرة هي أن رائد الفضاء سيكون قادرا على وضع هذه الأداة في موضعها على الجسم، حيث يريد أن يقوم بالتحقيق للحصول على صورة، ومن خلال عصا التحكم عن بعد سيتحكم الطبيب بتحركات المسبار وسيجلبها إلى موقع مناسب للحصول على الصورة المطلوبة.
تغطي الأبحاث صحة الفضاء مجموعة من المجالات، من التمارين المعرفية إلى الأدوية الجديدة، ويلعب رواد الفضاء أنفسهم دور المتطوعين والمساعدين العلميين. نعرف ما يأكلون ونعرف التدريبات التي يقومون بها بدقة ونعرف عادات نومهم. لدينا سكان نتحكم بظروفهم، وهذا غير متوفر لنا بالنسبة للسكان هنا على الأرض. الفضاء هو ظروف محددة بالطبع. ما يضعف عظام وعضلات رواد الفضاء والمسؤول عن التغييرات التي تطرأ على الخلايا والأعضاء شيء مهم لإجراء التجارب العلمية. الشيء الذي يستحيل القضاء عليه على الأرض هو الانجذاب نحو مركز الأرض، الجاذبية في المدار. يمكن للمرء القيام بتجارب علمية دون جاذبية محددة. حين نقوم بنفس التجارب على الأرض وفي الفضاء، النتائج مختلفة على الدوام. هذه النتائج تعلمنا الكثير عن علم وظائف الأعضاء البشرية. في نهاية المطاف، جهود رواد الفضاء ستعود بالفائدة على سكان الأرض. التقنيات التي ستحافظ على سلامة رواد الفضاء عند ذهابهم إلى المريخ ستكون تقنيات يستطيع استخدامها أطفالنا وأحفادنا. حتى لو لم يولد البشر للعيش في الفضاء، فإن تعلم البقاء في ظروف جيدة مفيد للعناية بصحتنا على الأرض بشكل أفضل. الآن ننتقل إلى الفقرة التي سنسأل فيها الخبراء أسئلتكم عن الفضاء المرسلة عبر هاشتاغ Ask Space. إننا مع بول ماكنمار، فيزيائي في وكالة الفضاء الأوروبية. بول، أطرح عليك سؤال راستي صلاح. هل هناك أي دليل على وجود أكوان متعددة؟ هل ستنقلب قوانين الفيزياء؟ إنه سؤال جيد جدا. الأكوان المتعددة هي نظرية تقول إن هناك عوالم متعددة الفقاعات، وهذا ناجم من نظريتنا الخاصة بالكون، نظرية الانفجار الكبير، والتي تتضمن فترة ما يسمى بالتضخم، شهد الكون تمددا كبيرا. نظرية تقول إنها عملية أبدية وما زالت تحدث. هناك شيء صغير يمر ويخلق فقاعة، وهذه الفقاعة الصغيرة هي كون جديد. هذا يقودنا إلى سؤال آخر من ديمترو بيتوخوف. هل هناك دليل عن الظروف التي سبقت الانفجار الكبير؟ هذا سؤال يهم الكثير من العلماء. يمكننا أن نحاول معرفة ما إذا كان التضخم حقيقياً باستخدام موجات الجاذبية. لدينا مهمة نطورها، أحد أهدافها هو إيجاد هذه الموجات التثاقلية البدائية. ربما سنحصل على بعض المعلومات حول أصل الكون. جزيل الشكر بول. أرسلوا أسئلتكم إلينا عن الكون باستخدام هاشتاغ Ask Space وسنحاول الرد عليها. الشهر المقبل سنلتقي بعالم يركب الأمواج. إلى اللقاء.